نيجيريا هي حلقة من الحلقات تاع العمود الفقري تاع إفريقيا. العمود الفقري تاع إفريقيا هو الجزائر، نيجيريا وجنوب إفريقيا. هذو ثلاثة عبر الزمن هما الفاعلين والمؤثرين على توجه تاع إفريقيا، وإحنا نعمل إن شاء الله مع بعض لتتبوأ إفريقيا المكانة التي تستحقها بقدراتها بأبنائها وبناتها. هذا هو الغرض من زيارة. طبعا إذا كان اليوم الأزمات العالمية اللي شفناها اللي مرت تفرض علينا أن نتكامل ونتعاون لنجعل من القارة نتاعنا إعطائها الوزن الحقيقي نتاعها. كما تعلمون سيدتي، نحن القارة الوحيدة غير ممثلة في مجلس الأمن. هذا خلل، هذا شيء غير طبيعي، يجب أن يعدل، يجب أن يصحح. ولذلك اللقاءات، الحوار، التبادل الزيارات بين الأطراف يعمق العلاقة ويوثق العلاقة ويقوي أيضا رؤية الآخرين لنا.